السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي جعل طاعة أوامره واجتناب نواهيه سبيلا للرضوان والسعادة الأبدية والخلود في الجنان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولدي عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الصيام جنة. حلقة اليوم بعنوان رضوان الله غاية الغاية، يقدمها وينشطها السيد بسام كريم إمام خطيب جامعة السيدة خديجة. أهلا وسهلا ومرحبا بك خويا بسام. مرحبا بك وبجميع مستمعي قناة حياة أف أم. كذلك ينشطها خويا رضوان عطوش إمام خطيب جامعة السيدة فاطمة الزهراء. مرحبا خويا رضوان. السلام عليكم وعلى كل المستمعين في إذاعة حياة أف أم، إن شاء الله ربي وفقنا لتبليغ ما أردنا تبليغه وتبيان أحكام الدين وتبيان كيف نرضي الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث متفق عليه. أعلى ما يمكن أن يبلغه المسلم هو رضوان الله جل وعلا. ما هو تعريف الرضوان؟ وكيف سعى الأنبياء والرسل لنيل مرضات الله جل وعلا؟ ما هي طرق نيل رضوان الله، وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان؟ هذا الشهر الذي يغتنم فيه المسلم ثمرات عديدة، من بينها نيل رضوان الله. في الأخير كيف أو ما هي ثمرات الرضوان؟ خويا بسام لو تتقدم وتتفضل فتعرفنا ما معنى أن ينال الإنسان رضوان الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله سبحانه وتعالى على جميع آلائه ونعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خويا شادي، الحديث اللي ذكرته أنت منذ قليل هو يحكي على الرضوان والسخط. يرضى الله عن عباده فلا يسخط عنهم أبدا. إذا حبينا نعرفه، الرضوان هو عكس السخط، وبالطبيعة رضوان الله تعالى والفوز بالجنة هو أقصى ما يتمنى كل مسلم، حتى أنه من جوامع الدعاء: اللهم إني أسألك رضاك والجنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، ونحن نستلف هذه الدعوة من نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول في هذا الوقت المبارك: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. إذا يرضى علينا ربي سبحانه وتعالى فهذه غاية الغايات، يعني وهذا أسمى الأهداف، يعني مرضات الله أسمى الغايات وأعلى الدرجات التي يمكن أن يفوز بها المؤمن. يعني في الحديث إيش قالوا؟ قالوا: وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا كل ما تمنينا. الرضا هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة لله تعالى. أجمع العلماء على إثبات صفة الرضا لله تعالى، وهو رضا حقيقي يليق به جل جلاله. من نعمة الله تعالى وكرمه علينا أننا نؤمن بأن الله تعالى يرضى. مجرد أنك تعتقد لربي سبحانه وتعالى يرضى على عباده المؤمنين الصالحين المطيعين، فهذه نعمة من نعم الله تعالى، وهذا يدفعنا لمزيد العمل
ولمزيد طلب رضا الله سبحانه وتعالى اللي هو فوق كل شيء وأكبر ما يمن به الله على أوليائه. قلنا الرضا والسخط هو العكس. احنا نطلب رضوان الله تعالى ونعوذ بالله من سخطه. أكرمكم الله، السخط هو عدم الرضا، الإنسان اللي يتذمر وما يقبلش معناها الحكم بتاع ربي سبحانه وتعالى. وباش نعطيكم مثال بسيط باش نقرب الصورة للمستمعين. فما بعض الناس في الدنيا أكرمكم الله لجوجين، معاندين، أكرمكم الله حتى كذابين في الدنيا، يكذب وكذلك يتصرف يوم القيامة. يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يدني العبد منه ويقرره بأعماله، يا عبدي هل تذكر يوم كذا فعلت كذا. الناس المؤمنين مش يقولوا نعم يا ربي فعلت كذا، ويقر بغدراته ويقر بمعاصيه ويطلب من الله تعالى أن يغفرها له. بعض الناس اللي كما قلنا المعاندين يقول لا يا ربي ما فعلت من ذلك شيئا، ظلمني الكتبة، الملائكة الكتبة حاشاهم الله سبحانه وتعالى. معناها شوفوا نصل للعناد بالعباد، يقولوا لا لا أرضى بالملائكة شهيدا. لهنا ربي سبحانه وتعالى يأمر الأرض أن تتكلم، يا أرض قولي وتكلمي واشهدي بما فعل عبدي عليك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، حتى حين تنطق الأرض يقول لا يا رب لا أرضى بالأرض شهيدا. حينئذ والعياذ بالله يختم على فمه وتنطق باقي أعضاء الأعضاء متاعه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني جوارحه هي التي تنطق عنه وهي التي تشهد عليه بما اقترف من جرائمه. أي معناه هو بيده بشي يتفاجأ، معناه كيفاش اليد متاعي والجلد متاعي هو اللي ينطق ويشهد عليه. هو في الأصل يزبي يكون بالمنطق يكون معايا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مال الإنسان المؤمن حاشاه أنه يكون من الساخطين. الإنسان المؤمن هو يبحث عن رضوان الله تعالى ويرضى بما كتبه الله تعالى له. هذا الإنسان المؤمن، وهذا الأصل في كل إنسان مؤمن، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ولا يتسخط. مرضاة الله التي ذكرتها أخويا بسام من أعظم المطالب وأكرم الرغائب التي يسعى إليها المسلم في هذه الحياة. ونحن نتعلم من قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء كذلك قبله. ولو بحثنا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هؤلاء الصفوة هم الذين كانوا يسعون جاهدين لنيل مرضات الله جل وعلا. يقول رب العزة في سورة طه حكاية عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. فسارع عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه، وذلك حتى يرضى عنه ربه. كذلك سيدنا سليمان من دعائه، وهذا الدعاء تقريبا كلنا نحفظه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني هنا سيدنا سليمان عليه السلام كان ساعيا لنيل مرضات الله جل وعلا حتى في دعائه. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا في ذلك، كان أفضل من سعى لمرضات الله جل وعلا. تقول السيدة عائشة في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، يعني أنها لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نائمة، فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. يعني لهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليلة وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث في مسلم. إذا كان هؤلاء الصفوة، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسعى لمرضات الله، فكيف بنا نحن أن نقتدي بهؤلاء الأسوة
هؤلاء الأنبياء والرسل، وكيف نحقق رضوان الله، ما هي الطرق وخاصة في شهر رمضان؟ فليتفضل خويا رضوان رضي الله عنك. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، وهو قدوتنا وإسوتنا، وصحابته وتصرفاتهم هم والتابعين مرجعنا لتحقيق رضوان الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن وشهر الخيرات وجمع الخيرات. كما نعلم رسولنا عليه الصلاة والسلام استنادا للقرآن اللي قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أكد أن هذا الشهر فرصة للمسلم لكي يقترب أكثر ولمن مرضات المولى عز وجل، اللي هي مقام نسعى كلنا إلى الوصول إليه. رسولنا عليه الصلاة والسلام قال أنه في هذا الشهر من صامه إيمانا واحتسابا، في حديث متفق عليه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك في حديث آخر قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني نهار رمضان فرصة وليل رمضان فرصة لنيل مرضات المولى عز وجل. احنا في هذا الشهر يجب المسلم يسأل نفسه لماذا، يعني من أفضل الوسائل اللي تخلينا نقبل أكثر على العبادة أن نعرف كما أكد إمامنا وعظيم أمتنا الإمام الطاهر بن عاشور في كتابه وفي كتبه التي اعتنى فيها بمقاصد مقاصد الدين ومقاصد الشريعة، البحث عن مقصد الصيام يخلينا نبلغ مرضات المولى عز وجل. ينجم بعض الناس يظنوا أن المولى عز وجل أراد ليختبرنا أو فما شكون يفكر بطريقة خاطئة ويظن أن المولى عز وجل يريد أن يعذبنا، ولكن لما ندرس ولما نتتبع آية الصيام يقول المولى عز وجل أنه فرض علينا الصيام لعلكم تتقون. إذن ثم الغاية بعد القصوى ثم بعدها الغاية هي الوصول للتقوى، ثم بعدها مباشرة قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني فما دعوة إلى العبادة، إلى تكبير المولى عز وجل، إلى شكر المولى عز وجل. المقاصد اللي ذكرت في هذه الآية وهي والتي ابتدأت بأن المقصد هو تيسير، والمقصد هو الوصول بالمسلم إلى مرضات المولى عز وجل. الصيام كله فوائد وكله أسرار، تتبعها يوصلنا بإذن الله إلى مرضات المولى عز وجل، خصوصا وأننا نعلم أن في هذا الشهر العظيم تصفد عتات الشياطين. يعني المسلم مدعوم بغياب عتات الشياطين، المسلم مدعوم بفرصة الدعاء عند الفطره وتأييد المولى عز وجل لمن وقبول المولى عز وجل لهذه الدعوة. قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه علماء الحديث، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. احنا ليهمنا الصائم حين يفطر، يعني هو رمضان فرصة والإنسان بدعائه الحين فطره يزيد يقوي نفسه ويبلغ بإذن الله مرضات المولى عز وجل. من سبل الوصول إلى مرضات المولى عز وجل أن نأكل بالطريقة اللي كان يأكل بها رسولنا عليه الصلاة والسلام وسلفنا، لا نقبل على الطعام يعني بإسراف، اللي كما نشاهد تصرفات أغلب الناس أنهم يعتبرون رمضان فرصة للتنويع في المآكل، رمضان فرصة لأنه يصرف أكثر من الأموال، وهذه ليست من مقاصد الدين. وفي هذا الشهر العظيم رسولنا يؤكد هذا، قال في حديث رواه ابن ماجة وابن حبان، وهو حديث حسن صحيح وصححه إمامنا الألباني العظيم، قال رسولنا عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه
وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني الإنسان لما يأكل بطريقة سليمة بإذن الله ما يتقلقش في شهر رمضان، ويصبح شهر رمضان فرصة لكي يصبح أصح. ونحن نعلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. رمضان لا كما يقول بعض المفكرين بطريقة خاطئة من أمتنا هو 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 سبيل لترك العمل وسبيل للكسل. رمضان هو سبيل لتقوية الأبدان كما يؤكد هنا الحديث، لأنه كما نعلم ويقال يعني يقول العلماء أنه رأس الأكل، أنه الحمية هي وهي الامتناع عن الأكل رأس الدواء. يعني المعدة باب الداء والحمية أصل الدواء، والحمية أصل الدواء. والامتناع عن أكل في عن الأكل في رمضان يرفع ويصحح صحة الإنسان، فالمعدة تستريح لمدة 29 أو 30 يوم، ويتخلص الجسم من كثير من فضلاته الضارة. ولذلك إحدى المجلات نشرت تقرير بينت فيه أنه أكثر من 300 شخص برئوا من السكري أكرمكم الله بالصوم، وهناك أمراض عديدة يبرى بها الإنسان بالصوم. ولذلك رسول عليه الصلاة والسلام أكد، ولو أنه الحديث فيه ضعف ولكنه بما أنه هنا في فضائل الأعمال نعمل به، قال رسول عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. والصحة والوصول الإنسان إلى أن يكون صحيح هو من سبل مرضات المولى عز وجل، اللي نصل إليها بإذن الله بصومنا السليم. كذلك الصوم من الوسائل اللي تخلينا نبلغ مرضات المولى عز وجل. الصوم يربي إرادة المسلم ويعود المسلم على الصبر، وعلى أن تكون له إرادة وأن يقف أمام الأمر ويقول لا عندما يجب أن يقول لا. ففي بصومه الإنسان أمامه الأكل وهو في أشد الحاجة إليه ويقول لا، أمامه الماء البارد في أقصى درجات الحرارة ويرفض طاعة للمولى عز وجل. كذلك بجانبه زوجته وهي حلال، وهي ليس بينه وبينها حائل، ولكنه يقول لا مرضاة للمولى عز وجل. وهذا يربي إرادة المسلم، والإرادة تخلي المسلم أقرب بإذن الله تعالى من المولى عز وجل، لأنه المؤمن اللي يتحكم في إرادته، والمؤمن اللي يقول لا يستطيع أن يأتي أوامر المولى عز وجل، ويستطيع أن ينتهي عما نهى عنه الشرع. وهذا كله بفضل الصيام، ويوصلنا بإذن الله إلى ما يبغيه الشرع الوارد في القرآن وفي السنة. أخويا بسام، إذا كان الرسل والأنبياء هم القدوة التي يقتدي بها الناس جميعا، ما هو المنهج أو منهج الأنبياء لبلوغ مرضاة الله؟ فماشي طريقة يمكن أن أنا نتبعها، اللي كان أنا نتبع الأنبياء أصلوا إلى الغاية القصوى وهي مرضات الله جل وعلا. تفضل سي بسام. شكرا. بالطبيعة هو الإنسان القدوة بتاعه الله ورسوله والأنبياء جميعا. قال الله تعالى فبهداهم نهتدي فاقتده. ربي سبحانه وتعالى قال لنا اقتديوا وتأسوا بالأنبياء، وأكثر واحد باش نتأسوا به هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الأنبياء هذوما كانوا معناه صفوة الخلق، وكانوا حين يعملون العمل الصالح يطلبون رضوان الله تعالى. الغاية متاعهم هي رضوان الله تعالى، كما لهنا في الآية في سورة النمل، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا سليمان عليه السلام. أي يعني معناها أن أعمل عملا تحبه وترضاه. معناها الغاية متاعه والسرور متاعه أن الله تعالى يقبل عمله ويرضى عنه. الأنبياء أيضا من هديهم أنهم كانوا يسارعون في مرضات الله تعالى، بيأجلش وين يلقى فرصة باش يرضي ربي سبحانه وتعالى فإنه يسارع إلى ذلك. قال الله تعالى في سورة طه وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. معناها الطلب هو القرب والمسارعة في رضوان الله سبحانه وتعالى. الأنبياء أيضا من الحاجات اللي تميزهم أنهم كانوا يؤدون الأعمال الصالحة، وغايتهم كما قلنا هي رضا الله عز وجل.
قال الله عز وجل محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني هو شنو العمل اللي متاحهم لهنا المسلمين ركعا سجدا؟ هو العمل هو الصلاة، ولكن المقصود هو بلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأنبياء كان من هديهم أنهم يرضون بما قضى الله عليهم من بلاء فلا يتسخطون، أي حاجة يكتب له يكتبها له ربي يقبلها ويرضاها لأنها من الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء من عظم البلاء، قد ما يكبر البلاء قد ما يكثر الأجر والثواب والجزاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. يعني الأنبياء هم الأعلى، إذا كانوا هم أعلى الناس إيمانا فهم أكثر الناس اختبارا وهم أكثر الناس ابتلاء، ولذلك كان رب العزة يبتليهم فيرضون بذلك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس ابتلاء، يبتلى الأمثل ثم الأمثل فالأمثل، هم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، ولكن أي نعم ولكنهم مع ذلك كانوا يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك ذكرني الحديث، هؤلاء الأنبياء كانوا يعتصمون بحبل الله تعالى، وكانوا يجتمعون ولا يتفرقون، كانوا على كلمة واحدة، وينصحون ولاة أمرهم، كانوا يقدموا نصيحة للناس كل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، رب سبحانه وتعالى يرضى من عبده ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه النقطة الأساسية، أهم نقطة. أي رب سبحانه وتعالى ما يحبش شكون يشاركوا في ملكه، نعبد الله مخلصين له الدين، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا معبود غيره. هذه الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربي سبحانه وتعالى يحبنا أمة متوحدة، يحبناش متفرقين، نكونوا على كلمة واحدة وعلى رأي واحد، ما نكونوش متشتين، ولو أنه الواقع في بعض الأحيان هو العكس للأسف. الحديث هذا أخرجه مسلم، وبزيادة الإمام أحمد قال وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، النصيحة هنا لأئمة المؤمنين. الأنبياء أيضا كانوا يقتفون أثر من رضي الله عنه، اللي يرضى عليه ربي سبحانه وتعالى كانوا يقتدون بهديه، كما المؤمنين اللي يعملون الصالحات، قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كما زاد اللي رضى عليهم ربي سبحانه وتعالى المهاجرون والأنصار اللي جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى، قال تعالى في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. كذلك لتحت الشجرة قد رضي الله عن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أعلى ما يمكن، هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في بيعة الرضوان، يعني عندما أشيع أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل أو قتلته قريش، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في محاورة بينه وبين قريش، أشيع أن النبي صلى أن سيدنا عثمان قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايع على دم عثمان؟ فالصحابة 1400 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على دمي ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى لقد رضي الله. فضل سبسيا من كم أي معناها الآية هذه اللي ذكرتها توسي شيرلي، أن الأنبياء كانوا يحبون وكانوا يترضون أيضا عن أصحابهم، عن خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رضي الله عنهم بقول الله تعالى لقد رضي الله
عن المؤمنين أنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رب سبحانه وتعالى ارضى على الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة. من خصائص الأنبياء أيضا أنهم كانوا يشكرون الله تعالى. الرضوان كيفاش ترجم أنت الرضوان؟ تترجمه بشكر الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه وأختم بهذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. نحمد ربي الذي أطعمنا من جوع وآمنا من خوف وسقانا من عطش سبحانه وتعالى. هو صاحب الفضل. شكرا سي بسام، شكرا سي رضوان. نلتقي إن شاء الله بعد هذا الفصل. عدنا بكم في حلقة خاصة بالرضوان. رضا الله لا يتحقق إلا بالالتزام بطاعته مهما كانت العواقب ومهما بلغت المشقة، ثقة في أن الخير كله هو من الله جل وعلا. وأعظم من رضي بالله وأعظم من سعى لمرضات الله هم الأنبياء والرسل. لو تواصل أخي بسام في هذه النقطة فتبين لنا كيف أن هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله جل وعلا لتبليغ رسالاته هم الذين كانوا يسعون لمرضات الله جل وعلا رغم أنهم أعلى الناس إيمانا. إذن الأنبياء كما ذكرت أنت هما أعلى الناس إيمانا وهم أيضا أعلى الناس حظوة عند الله سبحانه وتعالى. شكون أعظم من الأنبياء؟ الله سبحانه وتعالى، ثم بعده يجيوا الأنبياء. الأنبياء هذوما كانوا يشكرون الله تعالى ويشكرونه على نعمه وما أفاض الله تعالى عليهم. والشاكر ينال رضا ربه. إذا تشكر ربي يزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم. ربي هكا تكفل وتعهد أنك إذا شكرته وحمدته فإنه يزيدك. الأنبياء كما ذكرت هم يجتنبون الأعمال التي لا ترضي الله تعالى، أي عمل فيه نواهي مقصود، أي حاجة تؤدي إلى سخط الله تعالى هم يتجنبونها أو يجتنبونها. وأكثر حاجة معناها تسبب غضب الله تعالى هو الكفر والعياذ بالله. مؤمن معناها حتى ربي لا يرضى لعبادي أن يكفروا. قال تعالى في سورة الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ربي زد لا يرضى لعباده الفسق، أن الإنسان يخرج عن طاعة الله تعالى وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، سورة التوبة. ما الإنسان حين يقوم بما يرضي الله من أعمال، وربما ساعات سيدلي ساعات حين تكون في طاعة الله فهذا يسخط الناس، فما الناس ما يساعدهم شيء ما يرضاوش يتقلقوا. ماذا أعمل في هذه الحالة؟ إذا ماذا أسعى؟ هل أسعى لإرضاء الله جل وعلا حتى وإن سخط الناس، أم أسعى لإرضاء الناس وأغضب الله؟ هنا نرجع إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. احنا كنضيعوا ليش كنا نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. يعني أنا الغاية متاعي أني أرضي الله سبحانه وتعالى حتى ولو سخط عني الناس، حتى في بعض الأعمال، حتى في بعض الشعائر أنا أسعى لمرضات الله جل وعلا، وربما ألتزم بأعماله، وربما أن الناس يقول لك يا دي كيفاش المسألة هذه. أنا مثلا أعطي مثال على ذلك، أنا مطالب بأن أخرج زكاة مالي، لعل البعض من ذلك البعض من الناس يقول لك صابسنا شوية وإلا يودي علاش تخرج. أنا أرضي الله جل وعلا وبذلك أنال مرضاته أولا ثم يرضى عني الناس. فإذا سعيت إلى إرضاء الناس بسخط الله ماذا تكون النتيجة؟ الحديث هاول ترويه السيدة عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عليه. يعني هو يلتمس رضا الله ما يهموش في سخط الناس، فربي سبحانه وتعالى يعطيه الاثنين، يعطيه رضاه سبحانه وتعالى ويرضي عنه الناس أيضا. وقال ومن التمس رضا الناس بسخط الله والعياذ بالله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه.
يعني خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. بعدها يحب يرضي الناس والمولى سبحانه وتعالى ساخط عنه، فالنتيجة تكون أن يسخط رب العزة أولا ثم والعياذ بالله يسخط الناس عنه كذلك. أي طول اللي يرضى عليه ربي سبحانه وتعالى، هذا هو الفضل العظيم. أنه شوف معناها حتى في لحظات وفاتك الصعيبة هذه هذه معناها إشارة بسيطة وتون تناولوها بعد بالتدقيق ثمار الرضوان. أيوة. عند الموت هذا يبشره الله تعالى ويشرح صدره ويقال لروحه أخرجي إلى رضوان الله. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تعالى أن يدخلنا جنته وأن يرضى عنا. البراء بن عازب في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، باش يخرج من الدنيا توا داخل للآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. شوفك النهاية السعيدة، أعلى درجة يمكن أن ينالها الإنسان وهي مرضاة الله جل وعلا. ملا شل ربي يكرمنا جميعا يا رب العالمين، وشل نكون من الذين رضي الله عنهم. إن الله سميع قدير مجيب. أخويا رضوان، نواصل في نقطة طرق أو سبل التي تحقق مرضاة الله جل وعلا، وخاصة ونحن هنا في شهر رمضان المبارك. يعني المسائل بين العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية، يعني هل أكتفي فقط، سؤال بسيط، يعني ممكن أنا نكتفي بالصلاة والصيام فقط لتحقيق مرضات الله، أم أن سبل مرضات الله عديدة ومتنوعة منها العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية؟ تفضل سيدي رضوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان هو مدرسة، يعني عندما نأتي الصلاة، هي الصلاة ليست حركات فقط، يعني هي تنهى عن الفحشاء، يعني قيامنا بالصلاة إذا كان أقمناها وأديناها بالشكل المطلوب ستنهانا عن الفحشاء وتنهانا عن المنكر، وبالتالي نصل بها إلى مرضات المولى عز وجل بسبل متعددة. كذلك الصوم، الصوم لو أديناه بالشكل المطلوب هو مدرسة. شهر رمضان يقول علماءنا أنه هو مدرسة لتربية المسلم على الوصول إلى مرضات المولى عز وجل، فمش مدرسة تعلم الإرادة كشهر رمضان. حتى إنه أحد العلماء، علماء النفس الألمان، بحث عن سبل تقوية الإرادة فأكد في البحث متاعه أنه أعظم وسيلة لذلك هي الصوم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قبل هذا الباحث من 1500 سنة تقريبا تكلم عن هذا ودعا شبابنا إلى الصوم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه رواه سيدنا ابن مسعود عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال: يا معشر الشباب، للشباب اللي يعاني مشكلة كبيرة الآن في الزواج، يعني أكثر من نفقات إلى غير ذلك، يعني يصعب تأخر سن الزواج، عدم فقدان فرص العمل، صعوبة الزواج على الفتاة وعلى الفتاة، رسولنا عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى وسيلة تمكن هم بإذن الله من الصبر على هذا البلاء العظيم. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قلنا صحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الأولى أن يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه أي وقاية. وهذا يؤكد ما كنا نقوله أنه رمضان يعلم الناس الصبر،
يعني هو الدين معاملة، الدين لا يكفي أن ننتسب إلى الإسلام ونتصرف بتصرفات تسيء إلى الإسلام. الإنسان الغير صبور له فرصة عظيمة في هذا الشهر يتعلم الصبر ويتعلم كيفاش يتحمل الابتلاءات الكثيرة في وقتنا الحالي من غلاء للأسعار ومن غياب للرؤية ومن عدم وضوح للرؤية ومن خوف على أبنائه. كل هذه المشاكل بإذن الله بالصوم يقدر الإنسان يصبح أصبر على تحمل البلاء. رمضان قلنا نسبه رسول عليه الصلاة والسلام للصبر، قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي، وقال مخرجو الحديث حسن لغيره، هذا الحديث قال فيه رسول عليه الصلاة والسلام شهر الصبر رمضان، يعني نسب رمضان للصبر. وحتى إنه أحد الصحابة قال لرسول عليه الصلاة والسلام زدني يا رسول الله، قال له نحب نصوم أكثر، فقال له رسولنا في البداية قال له صم شهر الصبر شهر رمضان، فقال الرجل لرسول عليه الصلاة والسلام إني أجد قوة، يعني نجم نصوم أكثر، وإني أحب أن تزيدني يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم فصم يوما من كل شهر. وهذا الكل تبيان إلى أنه الصوم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام نصف الصبر، يعني من وصل إلى الصيام السليم يصل إلى 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 تعلم هذه العبادة اللي هي عبادة الصبر. كذلك من سبل مرضات المولى عز وجل كما كان يتكلم خونا الشيخ بسام يعلم الإنسان كما يعني الاقتداء بالرسل، الرسل اللي قال يعني يروى والأثار اللي وردت عليهم تبين أنهم كانوا يشكرون النعمة كما سيدنا سليمان كما ذكر في سورة النمل، ورسولنا عليه الصلاة والسلام وكل المرسلين كانوا يسارعون إلى شكر النعم. رمضان علمنا كيفاش نشكر النعمة، لأنه في رمضان هو عنا عبادة تتكرر ويتحرم الإنسان من الأكل فيتعلم الشكر، لأنه عادة الإنسان لما يأكل كل يوم وكل المأكولات أمامه يتعود بهذه النعم فلا يكتشفها ولا يكتشف أهميتها. يعني قصدك التعود على النعمة ربما يلهي الإنسان عن شكرها، يفقد الإنسان القدرة على شكرها. رمضان يحرمنا، رمضان يعني يدعونا إلى أن نحرم أنفسنا من الأكل والشرب في النهار، وإذا جن على الإنسان الليل يجد أمامه النعمة فيتعلم شكر المولى عز وجل. وكذلك بما أنه شهر رمضان يعني فيه الدعاء يستجاب عند حلان الفطر، الإنسان يتعلم كيفاش يشكر المولى عز وجل. ولذلك يروى عن سيدنا الحسن البصري عظيم من العلماء وعلماء الأمة، كان عندما في يوم من الأيام صائم فأقبل وقت الفطور فأوتي بكوب من الماء فأخذ أمسك بكوب الماء بين يديه وسرح ما تفكر، لأنه كان من أهل التدبر وأهل التفكر، وتذكر نعم المولى عز وجل في هذا الكوب وسرح مع كيفاش جاء الماء وكيفاش خلق المولى عز وجل، وحتى أغمي عليه، يعني من كثرة التفكر أغمي عليه. فقيل له يا ما أصابك يا أبا سعيد، اللي بجنبه سألوه لأنه في سؤالهم لها علم، لأنه لما نسأل يستفسرون عن المسألة يصلون إلى المعلومة اللي هي تولد غايبة، ويعني القل الناس لا تسأل كثيرا ولذلك بعدوا كثيرا عن الدين. لما سئل سيدنا الحسن البصري قال تذكرت أشياء وأشياء، تذكرت أهل النار وهم في النار يطلبون شربة الماء، يعني يتحرموا من الماء فيجيبهم أهل الجنة وهم في الجنة، يعني أهل النار يسألون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أعطونا حتى شربة ماء، فيقولون كما ذكر في القرآن إن الله إن الله حرمها على الكافرين. تذكر سيدنا الحسن كيف يطلب أهل النار شربة ماء فلا يجدونها، وهذا دعاه إلى شكر المولى عز وجل. وحتى رسول عليه الصلاة والسلام في حديث ولو أنه فيه ضعف رواه الإمام الترمذي وأسنده فيه ضعف، قال رسول عليه الصلاة والسلام عرض علي ربي بطحاء مكة تملأ ذهبا، تحبش يا رسولنا تملأ بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكني أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك.
يعني أراد رسول عليه الصلاة والسلام واختار رسول عليه الصلاة والسلام أن يجوع يوما ويشبع يوما حتى يكون قادر على شكر المولى عز وجل، اللي هو كما قلنا وسيلة كبيرة ووسيلة عظيمة يصل بفضلها الإنسان بيسر إلى مرضات المولى عز وجل، لأن المولى طلب هذا وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، ودعانا إلى أن نشكر المولى عز وجل، وبين في آيات أن قلة الشكر تؤدي إلى غضب المولى عز وجل، وتؤدي إلى أن النعمة تسلب، وحتى ودعانا حتى أن نشكر بعضنا البعض. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه من شكر الله عز وجل أن نشكر، أن نشكر الخلق، وأن نشكر من لم يشكر الله لم يشكر، لم يشكر الناس، لم يشكر الخالق عز وجل. سبل مرضات المولى عز وجل كثيرة، هذه السبل تخلينا ننتقل من طاعة إلى طاعة. يعني نرجع للسؤال سيدنا الشاذلي إنه العبادات مش محصورة في الصلاة بالضبط، مش بالمجانب الشعائر. الصوم يؤدي إلى 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 تعلم أمور نصل بواسطتها إلى مرضات المولى عز وجل، من الشكر مثلا وصلنا إنه الإنسان يصبح قادر على الشكر، وبهذا الشكر يعطي، لأنه يعني لما يعرف قيمة الجوع، لما يحس لا بخطبة ولا بدرس ولا فقط بصوت معدته، لما يسمع صوت المعدة ينتبه إلى جوع الجائعين، ويتفكر كما شفنا هنا سيدنا الحسن البصري يتفكر في النعمة، وهذا يدعوه إلى أن يرحم الناس، وبهذا نصل إلى أن نكون من الراحمين، وديننا يدعو إلى هذا. قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه كذلك سيدنا الترمذي، قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني ننتقل من وسيلة لمرضات المولى عز وجل إلى وسيلة أخرى إلى وسيلة أخرى، حتى نصل بإذن الله إلى أن نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونكون من أهل الجنة ومن أصحاب النفوس المطمئنة التي تدخل الجنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم مجموعة كبيرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نجم الإنسان بالتزامه بشعائر الدين وبتأديته الصيام بشكل جيد يدخل الجنة، وخصوصا أنه في الجنة هناك باب لا يدخل منه إلا الصائمون، قال رسول الله عليه الصلاة باب الريان، باب الريان، باب الريان يدخل منه، يقول رسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يدخل منه إلا أهل الصوم، فإذا دخلوا أغلق دونهم ولم يدخل أحد، فما باب عظيم هو باب تأدية الصوم بشكل سليم نصل بواسطته إلى دخول الجنة. وما أدراك من الجنة؟ سيدنا يوسف عليه السلام، تتمة لما ذكره الشيخ، سيدنا يوسف عليه السلام كان يكثر الصيام، فلما سئل أعليش أنت تصوم كثيرا وأنت على خزائن الأرض، يعني عنده المالية وعنده الوزارة المالية ووزارة التموين، وهو يتعبد إلى الله بالصوم، فسئل علاش تصوم وتكثر من الصيام، قال أخاف إذا شبعت أن أنسى جوع الفقير، يعني يذكر نفسه بجوع الفقير، والصيام هي عبادة عظيمة تذكرنا بجوع الفقراء وتدفعنا دفعا إلى أن نكون من أهل الجود، كما كان رسول عليه الصلاة والسلام اللي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. أخوي بسام، ذكر سي رضوان ربي يبارك له العبادات التي يمكن الإنسان أن يتقرب بها إلى الله جل وعلا ليحقق مرضاته، وخاصة في شهر رمضان، ذكر الصلاة، ذكر الصيام إلى غير ذلك، لكن هل يمكننا أن نحقق مرضات الله جل وعلا من خلال معاملاتنا، يعني العبادات التعاملية، ممكنش نتقرب بها أولا إلى الله ثم لنحقق بها مرضاته جل وعلا؟ تفضل سي بسام. شكرا أخويا شادلي. لو كان نحب نلخص الإسلام في كلمتين، الإسلام غير ما نقعد ونتفلسفه ونجيبه في برشا حكايات، الإسلام في كلمتين هي حسن علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ثم حسن علاقتك بعباد الله سبحانه وتعالى. حسن علاقتك بالله تعالى أنك لا تظلمه، لا تشرك، لا تشرك، إن الظلم لا شرك، إن الشرك لظلم عظيم، لا تظلم الله سبحانه وتعالى بالشرك.
وأن تؤدي ما أمرك الله به من عبادات وأن تنتهي عما نهاك عنه الله سبحانه وتعالى. ثم القسم الثاني هي عباد الله تعالى، أن تحسن إلى عباد الله تعالى وأن لا تظلمهم. الإنسان كان يحقق الحاجتين هذوما يصل بإذن الله تعالى إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ما الحكاية هكا تشوفها بسيطة ياسر. ورمضان هو فرصة، فرصة، هو موسم الطاعات، وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بدخول رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ربي سبحانه وتعالى، ربي كان يقول الحج أشهر معلومات، وربي قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأقسم ربي سبحانه وتعالى بالفجر والفجر وليال عشر اللي هما في رمضان. من الإنسان لابد أن يغتنم هذه المواسم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يبشر بدخول رمضان، يقول للصحابة، يقول لهم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. مال الإنسان شنو يلزمه يعمل في رمضان؟ كما يقوم بالواجبات متاعه والعبادات متاعه والفرائض اللي فرضها ربي سبحانه وتعالى. فما عبادات خاصة بعباد الله تعالى، يعني الجانب التعاملي في العلاقات، العلاقات لا يكتفي الإنسان فقط بالجانب الشعائري من صلاة من صدقة من صيام، هناك جانب تعاملي. تفضل سي بسام. أهم حاجة، أهم حاجة أنك تشعر بغيرك، الشعور بالغير، وهذا يكون من خلال الصدقات. معناها الإنسان يطعم المساكين ويفطر الصائمين ويعطي الصدقات. علاش؟ لأنه فما فقراء لا تملك شيئا لرمضان ولا لغيره، مش كان في رمضان كهو تقاتل العام، هو مسكين ناقص، ناقص الطعام وناقص الشعار الشراب وربما ناقص حتى الملابس الثياب الجديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم نحن عاهدناه أنه كان جوادا وأجود ما كان يكون في شهر رمضان، كان كما توصف السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان أجود من الريح المرسلة. مال السخاء والجود هذية من أسباب تحقق رضوان الله تعالى. ربي سبحانه وتعالى يجازي العبد بسبب هذا الجود خيرا وحسنا. مال العطاء سي شادي، يقول واحد أو ما عنديش أنا فلوس، ها العطاء هو أشمل من المال. السلف كما هذا قيس بن سعد بن عبادة كان معروفا بالجود، كان إذا مرض فتأخر الناس عن زيارته وسألوا قال وين هو، قالوا رانا حاشمين منك، قالوا رانا حاشمين منك، أخبروه أنهم يخجلون منه لما عليهم من ديون، يعني هو يسلم فلوس. أش قال ذي قيس بن سعد؟ قال فأمر مناد أن ينادي ويعلمهم بأنه قد سامحهم، سامحهم ابتغاء رضوان الله وفي نفس الوقت ابتغاء أن يمن الله عليه بالشفاء. يعني هما ما حبوش يعودونه في مرضه، يعني لأنهم استحيوا من أنهم غير قادرين باش يرجع لهم الفلوس نتاعهم. تفضل سي بسام. اي تو فما حاجه اخرى باش نكون باش ما يكونش الكلام نتاعنا نظريا ومحلقا في الفضاء. فما حاجه مهمه في الدين نتاعنا هي اتقان العمل. تو ساعات تمشي الإدارة يقول لك خلي بعد رمضان تو نقضي لك القضية، اي حتى تعلى عينين، اي ولا خلي تو اخر الاسبوع تو يجيني نهار الاثنين. وهذا لم يكن دأب الصالحين، السلف الصالح كانوا معناها العمل نتاعهم متقن وما فيهوش عمل غير متقن. ابن عباس رضي الله عنهما كان في صلاته ركعتين كان معنا فيه خشوع وتفكر، وكان زاد يقوم الليل، وكان معتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل لك خرج من المسجد، خلط عليه واحد قال له يا ابن عمي رسول الله راهو اللي يبدا معتكف راهو ما يخرجش من المسجد، يخرج معناها فعلا خرج لقضاء حاجه رجل كان معناها اصابته فاقه، خرج معاه باش يستوصف يعاونوا. قال له معناها لقد سمعت
صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من سعى في قضاء حاجة لأخيه سواء قضيت أم لم تقضى، المهم أنك تسعى لها، أي خير له من اعتكاف في شهر في مسجدي هذا، خير من اللي يقعد يعتكف ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ملا قضاء حوائج الناس، هذه من أعظم الأعمال اللي يقوم بها الإنسان في شهر رمضان. شهر رمضان هو أيضا فرصة للعبادة الروحانية والتوجه إلى الله تعالى. المسلم معناه يجتهد ما أمكنه ذلك أن يختلي بالله سبحانه وتعالى، معناه يختلي بربه بينه وبين هي خالق. عبادة بينه وبين الله تعالى. بعض السلف كانوا يودعون بعضهم في أيام رمضان، كيجي رمضان يقول له هيا السلام عليكم، معناه مش نقعدوا شهر كامل ما نتقابلوش، كل واحد باش يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، تلقاه منشغل بالاعتكاف بالذكر بقراءة القرآن. مالا فرصة هذه في شهر رمضان باش الإنسان يتقرب إلى الله تعالى. أيضا بالنسبة للشهر رمضان، إذا باش نحكيه على فما رسالة حبيت نوجهها للمدخنين، هذا رمضان راه فرصة عظيمة أن الإنسان يتخلص من هذه الآفة اللعينة اللي هي التدخين، يعود نفسه أو نهار كامل هو ما يتكيفش، ينجم يواصل حتى بعد الإفطار من الأول يبدأ ينقص بشوية بشوية، ويلقى روحه من هنا لآخر رمضان بحول الله قد معناها قطع شوط كبير في الحكاية هذه، واللي يبعد على هذه العادة السيئة، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. اللي يتركه يترك الدخان لأنه هو معناه ممكن بشي يلوث وجهه فمه بالريحة الكريهة هذيك، وبعد شي يمشي قابل ربي ويقف بين يدي الله تعالى، ممكن حتى الملائكة تتأذى من ريحة فمه. إذا يترك هذا من أجل الله تعالى سيكون واثق أن ربي سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا من ذلك أبدا. حاجة أخرى نجم نعملها في رمضان هي المسامحة، الإنسان يعفو عن الناس، ينظف قلبه حتى اللي غلط معك سامحه لوجه الله تعالى، مش خاطر هو يستحق المسامحة، تسامحه باش تفوز حتى تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. شكرا خويا بسام، شكرا خويا رضوان، تقبل الله صيامنا وقيامنا وجعله في ميزان طاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد خير من سعى لنيل الرضوان، فتنزلت عليه رحمات الرحيم الرحمن، فوزه اللهم بأعالي الجنان، واجمعنا به يوم الحشر وحين ينصب الميزان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بسخطك والنار. اللهم أحينا مؤمنين طائعين، توفنا مسلمين تائبين، جعلنا عند السؤال من المقبولين، وممن يأخذ كتابه باليمين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين، وحين تعرض الأعمال من الراضين المرضيين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.